بسم الله والحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المؤيد بالوحي وصاحب مشكاة النبوة، وهو الذي أرشدنا ودلنا على الحجامة. فلننظر يا أخوان أين كان تركيز النبي صلى الله عليه وسلم في عملية الحجامة، ونضع عنوان نقول عنه أنه أين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المواضع التي كان يكررها ويداوم على عملية الحجامة. وهذا نجده في الأحاديث الموجودة بين أيديكم، فقد روى أنس رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في الأخدعين والكاهن. وأيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في الأخدعين وواحدة على كاهلة. يقول أنس في حديث آخر بما معناه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل يوم 17/19/21 من الشهر. وأيضا روى عبد الله بن محينة رضي الله عنه وأرضاه أنه احتجم وسط رأسه من شقيقة كانت به يومئذ بلحي جمل وهو محرم. لاحظوا دقة الصحابة في النقل، في العدد والموضع، أي موضع الحجامة، وأيضا في حديث عبد الله بن محينة وهو محرم، ذكر وهو محرم في الحج في طريقه إلى الحج، والمنطقة التي وقف أو جلس فيها واحتجم وهو يومئذ محرم بلحي جمل. هذه المنطقة لحي، منطقة لحي جمل. وأيضا عن ابن عباس أو أبا ذر أو أحد الصحابة، نسيت من هو، أعتقد أنس رضي الله عنه، أنه احتجم صلى الله عليه وسلم على ظهر القدم حينما انفكت قدمه. وأيضا قيل أنه احتجم في وركه صلى الله عليه وسلم من وثأ، والوثأ يعني مثل ما نقول بالعامي ليس بكسر، لكن قد يكون هناك شد، قد يكون هناك كسر، عفوا، ألم، شد، تيبس، ولكن دون الكسر. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وركه. طيب كم كأس؟ لا نعلم، لكن هذا النقل أنه احتجم على وركه صلى الله عليه وسلم. أيضا قيل لما أكل من الشاة المسمومة أنه احتجم على كاهله بدون الأخدعين، ولا وسط الرأس، ولا على فم المعدة، ولا أسفل الظهر. طيب فين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل على كاهله ثلاثا. هل 3 مرات أم 3 كؤوس؟ إذا قيل 3 كؤوس، طيب كيف اتجاه الكؤوس؟ هل عمودية أم أفقية أم على جنب؟ يعني 3 كؤوس على جنب، يعني الكأس على كتف الأيمن، ثم العمود الفقري، ثم على ما بعد العمود الفقري عند الكلى. هل هكذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعلم، لكن الكلام قيل ثلاثا. هل 3 كؤوس أم 3 مرات؟ وأنا أرجح أخيكم أبو سراقة، والله أعلم، والله عنده العلم هو وحده، 3 مرات. طيب، وأيضا مدح القمح دوة، مدح القمح دوة ولكن لم يحتجمها. وابن سينا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب كذبا شنيعا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، وقد نقل ابن القيم عليه رحمة الله كلام ابن سينا، حيث قال: وقد كرهها صاحب القانون، ألا وهو ابن سينا. الحجامة على نقلة القفا أو القمح دوة.
قال: وقد كره ابن سينا حيث قال: إنها تورث النسيان حقا. حين ابن سينا يقول: إنها تورث النسيان حقا كما قال صاحب الشريعة. حط نقطة. من هو صاحب الشريعة؟ من هو صاحب الشريعة؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد حديث؟ لا يوجد حديث، حتى ضعيف لا يوجد، فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أعلم من في الأرض في الطب، لكن لم يأتينا بدليل ولم يأتينا بالحديث الصحيح، حتى الضعيف لا يوجد. حينما قال: تورث النسيان حقا كما قال صاحب شريعتنا. طبعا ابن سينا يعني يحمل فكر غير فكر أهل السنة والجماعة، يعني عشان يبان عندكم الصورة، لا يحمل فكر أهل السنة والجماعة. فمن هو صاحب الشريعة في فكرنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. في فكره لا، يختلف، والله أعلم. نرجع الآن. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الرأس في الأخدعين والكاهن وظهر قدم واحدة، وأيضا قيل في فخذه، وقيل أيضا على كاهله ثلاثا، حينما أكل من الشاة المسمومة التي وضعتها اليهودية له، فأمسك الله سبحانه وتعالى السم كي يتحصل على أجر الشهيد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل على جميع الأجور من الصغيرة إلى أعلاها، وهي الجهاد والقتال في سبيل والقتل في سبيل الله حينما قتله اليهود، وذلك مصداقا لقول الله العلي العظيم في قرآنه الكريم: فلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم بالرسالة الآن، وفريقا تقتلون، أي في المستقبل تقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا، ولكن حينما أكل من الشاة المسمومة مسك الله السم كي يحصل على الأجر، وحينما بدأ السم يتحرك قال لعائشة رضي الله عنها: آن انقطاع الأبهر مني حينما أكلت الأكلة يوم خيبر بدأ السم يتحرك. هذا خلق الله، الله هو المتحكم، أرادوا أن يقتلوه ولكن أبى الله ذلك حتى تمت الرسالة وانتشر الإسلام وحج حجة الوداع، ثم بعدها بدأ السم يتحرك فمات مقتولا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على حجامة في منطقة معينة؟ نعم، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعل ماضي يحتجم فعل مضارع يفيدك الاستمرار والمداومة. طيب فين؟ في الأخدعين والكاهل يوم 7/9/21 من الشهر. فكان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على حجامة الأخدعين والكاهل، وحجامة الأخدعين لا يحتاج إلى حلق الشعر، لأن حلق الشعر في الرأس في الجمجمة. ولم ينقل لنا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فحلق شعر رأسه، حتى وسط الرأس لم يذكر الصحابة أنه حلق من جزء من شعره. هذا يبين لك على مهارة المعالج الحجام اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل وضع العسل؟ هل وضع الشحم؟ الله أعلم. أو السمن؟ الله أعلم. أو الزيت؟ الله أعلم. لكن قيل احتجم وسط رأسه، ولم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حلق شعره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذه الحجامة، حجامة الأخدعين والكاهن. طيب، هل الكاهل يعني نقطة أو نقطتين فيما يسمى 51؟ هي منطقة الكاهل وليس نقطة الكاهل كما حال الأخدعين. منطقة الأخدعين، موضع الأخدعين وليس نقطة الأخدعين اللي هي 43 و44. فالكاهل، يقول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ابن عباس وأنس اتفقوا أنها 3 كؤوس، وابن عباس فصل قال: وواحدة على كاهلة. طيب اللي يحط ثنتين
يعني بما يسمى الآن بالأرقام النقاط 1 و55 و4 و5. لماذا؟ هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ناقص كي أنت تسده؟ وكان يداوم على حجامة 3 المواضع يا أخوان، واثنين من الصحابة هم يدخلون بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، ابن عباس خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن ويدخل بيت النبوة. فأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فالأخدعين والكاهن كانت من حجامة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها. راجعوا الألفاظ، ألفاظ الحديث. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعل ماضي يحتجم فعل مضارع يفيدك الاستمرار والمداومة. طيب فين؟ قال الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهن. لكن حين الحاجة إني أعتمد على مهارة وعلم الحجام المعالج. لما اشتكى من قدم انفكت القدم، لم يحتجم على قدمين، احتجم على قدم واحدة. يقول احتجم على ظهر قدمه، وليس أي انفكت قدمه، ولم تنفك قدماه. انتبه. ثم الفخذ، هل كان يداوم على حجامته؟ لا، حين الحاجة. طيب كم مرة احتجم؟ لم ينقل إلا مرة واحدة كحال على ظهر القدم. وسط الرأس أو الهامة أو اليافوخ أو النافوخ أو المغيث كان يحتجم عليه بعد أيضا عدة مرات، لكن التركيز كان على الأخدعين والكاهل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان الرجيم.